هاد الرسالة ديالنا كما قال الأستاذة وصلناها للسيدة الوزيرة، كتبنا لها ميل مطلب ديال المقابلة ومشاتنا السيدة الوزيرة صفاتنا لعند السيد الرزرازي بداو كيتقادفوا بنا من الآن كأمواج البحر في فقد بين الجهة. كاين السيد الرئيس ما عنده علاقة بنا، رئيس المندوب كذلك ما كاينش كيف هاد الحرفيين، والكارثة الكبيرة وهو قطاع غير مهيكل وعنده أربعة ديال الإدارات، كاين وزارة، كاين مندوبية، كاين الغرفة، كاين دار الصانع وما عندهاش علاقة مع الصانع، علاش هاد الإدارة واقفة هكذا؟ شوفوا غير كي دايرين هما في داك المسائل اللي دايرين في الباب ديال التعقيم وداك الشيء، وحنا حنا مهنوسين بكل السبب. جلالة الملك الله يحفظه الله ينصره الله يعاونه خرج واحد الدعم كبير 130 مليار ديال الدرهم للقطاع ديال السياحة بصفة عامة، وقصاونا نفس الشباب كنسألو شكون اللي قصانا وعلاش داك الدعم اللي خرج جلالة الملك. هما تحداو حتى خطاب الملك هادشي راه بالوثائق وبالحجج جميع الدلائل. انتم سي ولي استفتم الدعم ديال القطاع الغير المهيكل؟ هذه 800 درهم استفدنا بها، كاين اللي سب 100 درهم كاين اللي سب 1000 درهم. تبغي تقول لنا على الدعم الاكسجين؟ نعم الدعم ديال الاكسجين ما كاينش اكسجين، حتى هو الاكسجين حنا عندنا موت سريري، حنا راه كنموتو عرق بعرق. السلعه ها هي كتسد لينا، ها السلعه كتخسر لينا، ما كاين لا بيع لا شراء لا والو، لا المعلم ما هو في الربح ولا الخدام ما هو في الربح، كل شيء واقف العصا. وهذه 8 شهور حنا في هذه الازمه هذه كنعيشوها ملي جات هذه الجائحه، ولكن عندنا الترميم جابونا لهنا، ما كنا كنعيشوا مع التوريست مع اخوان المغاربه اللي كيجيو من الخارج الله يحفظهم الله يعاونهم، يتقداو كانت حركه دايره. ولكن دابا انتم القطاع اللي يعني تضر بهذه الازمه ديال الكورونا، قطاع الجد حيت كنخدموا غير مع التوريست مع اخواننا المغاربه اللي في الخارج باش كيجيو في العطله. رسالتكم لسعادة الوزيره؟ السيده الوزيره خصها تفتح معنا حوار عاجلا، اعطيناها ميل وذاك الميل بدات ارسلاته لواحد المشروع اخر، بداو كيتقادفوا بنا من الان باش يقصيونا وقصاونا. يلاه نسافروا للطيران والمطاعم السياحيه وسيارات النقل والبيت، حنا اللي كنجو كندخلو عمره صعبه للدوله وما قصاونا، ما هو السبب؟ كنسولو السيده الوزيره تجاوبنا تعطينا جواب كتابي وتحاور معنا وتجلس معنا في الحوار باش تعرف المشكل اللي كاين.